اشتكى عروة بن الزبير الآكلة في رجله فقطعوها من ركبته وهو صامت لم يئن. وفي ليلته تلك سقط ولد له من سطح فمات، فقال اللهم لك الحمد، كانوا سبعة من الولد فأخذت واحدا وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فإن كنت قد أخذت فلقد أعطيت، ولئن كنت قد ابتليت لقد عافيت.